السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في الموجز الرياضي. يغادر فريق سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة لفنون القتال المختلطة أرض الوطن يوم غد الخميس، متوجها إلى مدينة مومباي الهندية، وذلك للمشاركة في بطولة الهند المفتوحة لفنون القتال المختلطة، والتي ينظمها الاتحاد الهندي لفنون القتال المختلطة بإشراف الاتحاد الدولي، ذلك في الفترة من 8 وحتى 10 يناير الجاري، وسط مشاركة مقاتلين من دول مختلفة خلال المهرجان الذي يقام للعام الثالث على التوالي.